عندك. عاجبني كروش برضو يا كابتن محمد ان هو واقعي. بمعنى ايه واقعي؟ فاكر كوبر برضو كنا بننتقد الاداء لا كوبر بس انت عارف امكانياتك وتعامل معاها واشتغل عليها، عشان برضو احنا قبل البطوله وخلينا واقعيين. كنا هنعدي دور 16 بالعافيه وما عندناش جيل حلو للكوره، ونقعد نشبه الجيل ده بجيل 2006 و2018، لا ده الجيل ده مش موجود، الجيل ده ما يقدرش يلعب، ودي ده ما يلعب ما يخشش بطوله، واحنا ما عندناش اصلا في مصر لعيب كوره غير محمد صلاح. انا بكلمك بصراحه كل الجمل اللي كانت بتتقال ده حقيقي. عارف بقى ده اللي اثبته او اثبت خطوه ايه؟ ما عندنا مدرب. مع كامل الاحترام، ما هو انت ممكن يبقى عندك لعيبه كل مستوياتهم 60 70%، ما فيش واحد 90 او 100% غير محمد صلاح، بس لو جبت مدرب وعارف يوظف اللعيبه دي على امكانياتها تقدر تعمل شغل كويس. وجريء عارف يديهم. دلوقتي محمد عبد المنعم اكبر النادي الاهلي رجعه في وسط الموسم. صح. ده كيروش. احمد ياسين بقى ورقه ومفاوضات دلوقتي من كل الانديه. احمد ياسين في البطوله العربيه. تفهمني. عمر كمال عبد الواحد الزمالك قال له انا عايزك اخر السنه خلاص من فيوتشر. ده حاجه محترمه. انت بتتكلم في لعيب مهند داشين دلوقتي ده هتلاقيه ورقه عظيمه في السوق دلوقتي. بتوظف لعيبه مش في اماكنها وبيأدوا. ايوه. يعني اي واحد لو مدرب مصري عملها دي بيتذبح والله. فالراجل جريء، الراجل ما بي ماكلوش الذبح يا كابتن محمد. هو الذبح والله يا كريم في ماتش النيجيريا. انا طب لا طبعا لا وقبل ماتش النيجيريا انا اكلمك بصراحه برضه. ايه يقول لك ايه اصل لو مدرب مصري كان الذبح؟ يا سيدي خليك جريء. ايوه. وخليك واثق من اختياراتك وتحدى الناس اللي بتهاجمك وبتنتقدك، ولما تنجح هنعمل زي ما بنعمل مع كروش دلوقتي. ما هو كروش انتقد وهوجم جدا جدا، ما سمعش وصمم على اللي عايزه، بس عشان عارف ان اللي بيصمم عليه ده صح. الناس بقت وراه دلوقتي. فانت لو مدرب مصري ما تجيش كل شويه يقول لك اصل لو مدرب مصري كان الذبح. لا ما كروش الذبح. كروش لم ينتقد ولم يهاجم. لا انتقد وهجم بشكل كبير جدا من ناس كتير. وعلى فكره زي ما انت قلت هو في مباراه نيجيريا مين ما هاجمش كروش؟ ما كلنا لازم نهاجمه وننتقده عشان كان حصل فيه اخطاء كتير، بس حضرتك عارف انه السميزه اللي هو رجع. رجع في دماغه. مش عنيد. لا مش عنيد في دي. كنا فاكره ديكتاتور، كنت فاكره ان هو بس هو في لقطه في ماتش الكاميرون كان هيعمل ثلاث تغييرات لما فتوح وقع وجاب ايمن اشرف وجاب الاثنين التغييرات، ضيا السيد راح له جري من وراهم بسرعه وقال له لا ما ينفعش فتوح لسه موجود بلاش الثلاثه دي. انا شفتها وحسيتها يعني بيسمع جاز بيسمع معه. فأجلهم شويه وما غيرش فتوح وبعدين غير الاثنين. هو ضيا مش بيقول له ما تنزلش دول، قال له اصبر شويه. صحيح. فده ميزه ان هو بيسمع بصراحه. صحيح. حجازي لما اتصاب في مباراه المغرب ونزل كان بيجهز محمود علاء وحد راح قال له نزل زيزو تقريبا ولا كان تريزيجيه مش فاكر. زيزو يا تريزيجيه، وراح نزل زيزو او تريزيجيه بدل حجازي ورجع ايمن اشرف بالظبط كده ورجع كده تريزيجيه كان. فهو ابتدى يسمع. في ألفة بينه وبين اللعيبه، في ألفة بينه وبين الجهاز المعاون اللي معاه